الاب والابن والروح القدس اله الواحد امين. قال لوقا البشير فيما يسوع يتكلم ساله فريسي ان يتغدى عنده، فدخل واتكا وراى الفريسي ان يسوع لم يغتسل قبل الغداء فتعجب. فقال له الرب: انتم الان ايها الفريسيون تطهرون خارج الكاس والوعاء، وداخلكم مملوء نهبا وشرا. ايها الجهال، اليس الذي صنع الخارج قد صنع الداخل ايضا؟ الا تصدقوا بما في داخل الكاس والوعاء فيكون لكم كل شيء طاهرا. حقا والامان لجميعكم. للمسيح يسوع التسبيح والبركة، من أجل كلامه الحي لنا. للمسيح يسوع التسبيح والبركة. مساء الخير أخوتي الأحبة. شفتوا الإنجيل، ربنا يسوع المسيح عم بيأنب الفريسيين أو عم بيوبخهم، يعني عم بيسمعهم كلام قاسي. وكتير بالإنجيل ربنا يسوع المسيح حكي وأنب وسمع الفريسيين كلام أقسى من هون بكتير، وصفهم بالجيل الشرير الفاسد، وصفهم بالأغبياء جهال، يعني مش فاهمين شو عم بيعملوا. من بعد ما صنع قدامهم عجيب كتير لا تعد ولا تحصى، عجيب كتير يعملها قدامهم، مرة قالوا له: شوفينا آية أعجوبة آمن فيك. من بعد ما كان عمل معهم قدامهم عجيب كتير، وصفهم هيك لأنه كان عندهم عين شرير، ما كان عندهم عين بسيطة، يعني عينهم ما كانت تطلع ببساطة. العين اللي فيها نور تتطلع دائما بطريقة إيجابية بوزيتيف، بتشوف كل شيء حلو، بتشوف الناس أحيط بمعنى تعبانين، بتشوفهم محتاجين، بتشوفهم عايزين، بتشوفهم الناس مش وسيلة إلي، بتشوف أعمال الله الحلوة، بتشوف الله بوين مكان، بالطبيعة بالناس بمين مكان. إنما العين منا نظيفة ما فيها نور، هذا الإنجيل مرق معنا مبارح قبل هيدا الإنجيل. هودي ناس بتكون بتراقب الناس التانيين تتوقعهم تتكمش عليهم شيء، والفريسي كان عم بيراقب تيشوف الغلط مش الصح، عم بيراقب الناس، عم بيراقب يسوع تيشوفه مغلط مش تيشوفه عامل صح أبدا. شاف إنه يسوع كسر التقليد وما غسل إيديه تعجب، شاف ما حكى. ربنا اللي بيكشف القلوب بيعرف شو فيه بقلبه. هيدا تحذير اخوتي لقلنا، درس لنا، انه نحن ما نتشبه بالفريسيين من بعد ما صرنا مسيحيين. نحن مسيحيين ممسوحين بالمسيح. تذكروا ان احنا هلا عم نكمل انجيل الاحد، مسحني الرب، انا مسيحي يعني ممسوح بالرب من اجل الرساله اللي طلبها. ما نكون فريسيين، نراقب بعضنا البعض تنشوف الغلط، والأبشع من هيك منشوف الغلط بالناس ومندلع له، إنه نحن كأنه نحن الغير شكل والعالم كله مغلطة، وكأنه بدنا نراقب بعضنا بس تنشوف الغلط. فريسي كان هيك، مشان هيك قال الرب مرة لتلاميذه: احذروا خمير الفريسيين، انتبهوا من خمير الفريسيين، يعني ما تعملوا مثلهم، ما تقلدون، ما تتبعون، ما تعملوا مثلهم. ربنا يسوع عم بيحذر، انتبه، انتبه للنور اللي فيك. نحن نعرف انه منشوف بضوء الضوء اللي فيك، انتبه عم بيقول لي ربي، اذا الضوء اللي فيك انتبه ما يكون هيدا عتم مش ضوء، انت مفكره ضوء، انت مفكره نور. يعني راقب افكارك، راقب نواياك، شو في بقلبك نوايا، راقب عينيك كيف بتتطلع، وين بتروح وين بتجي، كيف بتتطلع عيونك،
مش وين بالأحرى، كيف بتتطلع بالآخر؟ بتتطلع فيه بنية طيبة أو لا؟ راقب إيمانك إذا كان إيمان حقيقي بيسوع المسيح أو لا، وراقب أعمالك إذا كانت بترضي ربنا أو لا. هيدا ربنا اللي عم بيطلبه منا. يعني راقب نفسك قبل ما تراقب الناس، فحص ضميرك قبل ما تفحص ضمير الناس. ربنا هيدا اللي عم بيحاول يوصلنا إياه، وفحص الضمير وراقب حالي وراقب حياتي وراقب إيماني وقلبي وفكري وأعمالي عضو كلمة يسوع المسيح، لأنه يسوع المسيح هو النور الحقيقي اللي بيضوي لي الطريق اللي بتوصلني للملكوت. هو النور. مشان هيك ربنا قال إذا كانت عينك نيرة فيها نور جسمك كله منور، كله معافى، يعني أنت بالطريق الصح للسماء. وإذا كان النور اللي فيك ظلام، يا له من ظلام، يعني عتم مخيف. يعني إذا النور اللي فيك مش يسوع، العتم اللي فيك هو جهنم، يعني أنت مش رايح على السماء. فاللي بيعتقد اللي بيظن أنه عم بيصلي ملتزم وما بيعمل أعمال ربنا اللي طلبها منه بوصاياه وتعاليمه، النور اللي فيه ظلام. ليش؟ هيك كان الفريسي. الفريسي كان شايف حاله كامل، صلي، بصوم، بغسل إيدي قبل الأكل، مع أنه هيدا تقليد مش شريعة مش قانون، وبالوقت ذاته ملتزم بكل حرفيا شو طالب الشريعة، وبالوقت ذاته بدلي على الناس الخاطئين. هيك كان الفريسي. وتذكروا صلاة الفريسي والعشار، فتح إيدي الفريسي قدام ربنا، أنا الصالح، أنا اللي بصلي، أنا اللي بدفع علي، أنا اللي بصوم وزيادة، مش مثل هيدا العشار اللي هونيك بآخر البيت قلب، هيدا الخاطئ مش مثله، يعني أنا المنيح وغيري خاطئ. هيدا الفريسي اللي بدين. هالفريسي عزم ربنا يسوع المسيح على الأكل على الغداء، مش لأنه بيحبه، بس عنده نية شريرة تيراقبه، تيراقبه على غلط بيعمله تيدينه، تيوقعه تيحكم عليه انه غلط. المسيح لبى الدعوه، ربنا ما عنده مشكله شيء. ربنا اجى يوصل الرساله والخلاص لكل البشر، لبى دعوه الفريسي على الغدا. وربنا بيعرف التقليد اللي ماشيين فيه اليهود والفريسيين، ما هو يهودي وبين الفريسيين، فات لعنده على الغدا وقعدوا ما غسل ايديه. قصد ربنا بده يعلمه ويعلمنا نحن. في شيء أهم من غسيل الإيدين الخارجي، هن بيعتبروا غسيل الإيدين طهارة، رح نحكي عنه. ربنا بهمه طهارة القلب والنوايا والفكر قبل نظافة الجسم من برا وغسل الإيدين. شو قيمة غسل الإيدين قدام شر منعمله؟ شو قيمة إني بلتزم بالشريعة بالوقت ذاته بظلم إنسان؟ شو قيمة غسل الإيدين قدام ظلم إنسان للتاني، أذية إنسان للتاني بالقول والفكر والفعل؟ أو ما بشوف الآخر له حق بالحياة، كأنه إنه ما بشوف الناس له حق بالحياة، ما بشوف حاجتهم ووجعهم، كل اللي بشوفه أنا شو بدي والباقي ما له قيمة. الفريسي اعتبر إنه إذا ما غسل إيديه قبل الأكل هيدي خطية كبيرة ودليل على عدم طهارة القلب، يعني إذا ما غسلت إيدي يعني أنا من جوا خاطئ. هيك الفريسي فكر، فكر هيك. يلي بالوقت ذاته عم بفكر انه غسل الايدين بتنظف القلب، وهو قلبه مليان حقد وكره وشر وعدم محبة حتى ليسوع الضيف ببيته، ما عنده محبة لقلو، وناطر ذلك مش عليه غلط. شو هالنظافة هاي؟ وشو قيمة نظافة الايدين هون؟ ربنا بده نظافة الخارج من برا؟ ايه بده ايانا نكون نضاف من برا، بس بده ايانا نهتم اكتر بالقلب جوا. فكر يعني القلب، يعني فكري وارادتي ونواياي وكل شيء في من جوا بفكر فيه. بده يكون نضيف من الشر، ما في شر بقلبي، ما بده يكون عندي اي نية عاطلة تجاه اي انسان على وجه الارض. بده يكون قلبي بريء نضيف طاهر. الفريسيين كانوا يغسلوا أوين هود الوعي اللي بياكلوا فيه،
طنجرة والصحن، وخاصة منركز على الكباية الكاس اللي بيشربوا فيه، كانوا يغسلون كتير من برا مطرح ما بيمسكون من برا. ليه؟ بيعتبروا ان اذا مسكتوا من برا لشيء، مسكتوا من برا ممكن يكون ماسكوا حدا قبل ما عنده الله وثنة. هود البيجن يعني هول الوثنيين اللي ما عندهم الله ممكن يكون ماسكوا قبله. اذا انا مسكته من وراه وما غسلت ايدي واكلت بايدين مش مغسلين، يعني عداني خطيه، يعني اخذت الخطيه لاني مسكت الكبايه من برا وهو ماسكها واكلت، فاتت الخطيه على قلبي، يعني انا صرت من جوا خاطئ. مشان هيك كانوا يغسلوا ايديهم كثير احسن ما ياخذوا خطيه من حدا وثن. كانوا يهتموا كثير بغسل هود الاواني من برا الكبايات واللي بياكلوا فيهم، خافوا يتنجسوا اذا مسكوا كبايه من برا بياخذوا خطيه. وهذا ربنا سماه نوع من غباء، جهل. قال لهم ايها الاغبياء، هذا غباء انه بتغسلوا الكاس من برا. اي اهم اللي غسلوا من برا ولا من جوا؟ مطرح ما بيشرب فيه وبياكل فيه، الوعي اللي بياكل فيه نظيف لازم يكون من جوا مش من برا. من برا ومن جوا، بس الاهم من جوا، لانه جوا اللي بدي اكله مش من برا. برا بتمسكوا ايدي بس. هالشيء اللي عملوه انه يغسلوا الكبايه على طول والصحن وهالاشياء من برا اكثر من جوا، طبقوه على حالهم هن شخصيا الناس. صاروا يغسلوا ايديهم ويهتموا بنظافتهم من برا بدون ما يهتموا بنظافه قلبهم من جوا. ولزموا الناس، وهيدا تقليد مش شريعه، هيدي مش ربنا عطيهم اياها، هي تقليد منهم هن حطوه. ولازم الناس يعملوا هيك، واللي ما بيعملها يعني خاطئ. يغسلوا ايديهم من برا، انه خلص اذا غسلت ايديك واكلت انت ما عندك خطيه. والقلب والنيه والفكر اذا كان في شر وفي حقد وفي كراهيه وفي ظلم لحدا تاني، كيف بيكون انسان نقي قلبه نظيف؟ ما اهتموا بطهاره قلبهم، اهتموا بنظافه ايديهم بس. هذا معناه كانوا يهتموا كثير برأي الناس فيهم. شوفوني انا نظيف، انا الطاهر، شوفوني انا الملتزم، انا اللي على طول بنظف ايدي، يعني انا ما عندي خطيه. عم بيهتموا برأي الناس فيهم وما اهتموا برأي ربنا. ربنا اللي بيشوف القلب، بيعرف شو في بفكري وبنيتي قبل ما اتصرف، بيعرف كل شيء بدي اعمله حتى لو ما عملته، كل شيء فكرت فيه لو ما عملته ربنا بيعرفه. بيعرف قلب الانسان، خفاء الانسان، سر الانسان ربنا بيعرفه، قدامه ما في شيء مخبى. وربنا وصى بمحبه القريب، احبب قريبك كنفسك، حب خيك الانسان مثل ما بتحب حالك، هذا اللي بده اياه ربنا. فاذا ربنا عم بيوصلنا شيء من الجهل والغباء، انه نصير حلوين بنظر الناس، نتجمل بعيون الناس، بعيون بعضنا نحن البشر، ومننسى الاهم عيون الله. ننسى عيون الله. الحكم بالأخير لربنا مش للناس، مش للبشر أبدا. الحكم النهائي هو لله. ما منهتم برأي الله فينا، منهتم برأي الناس فينا. وبالأخير رأي الناس ما له قيمة بيوم الدينون، ما له أي قيمة. رأي الله اللي له قيمة. أنا كيف وصلت عنده؟ طاهر نظيف بحسب كلمته وصاياه وتعليمه، في نور او لا؟ قال لهم قلبكم مليان نهب وشر. نهب يعني سرقه، بينهبوا بيسرقوا. الا تصدقوا، اعطوه باسم الرب بما في داخل الكاس. اعطوه الناس باسم الرب الموجود عندكم بما في داخل الكاس والوعاء، فيكون لكم كل شيء طاهر. إذا بتعطوا بصيروا نضاف من برا ومن جوا. ليش ربنا جمعهم ببعضهم؟ ليش عطى الصدقة بتخلي الإنسان يصير طاهر من الخطية؟ ليش إذا بعطي بصير نضيف من الخطية؟ أول شيء الصدقة بالعربي، باللغة العربية، هي اللي بنعطيه للفقراء والمحتاجين باسم الرب تناخد مكافأة بالسماء. ربنا يعطينا المكافأة مش الناس. بنعطي صدقة بالسر، ما بنخلي حدا يعرف انه عم نساعد ونعطي، وربنا هو اللي بيكافئ.
هي معناتها الصدق. فريسيين كانوا يحبوا المال كتير ويفرضوا على الناس أحمال كتير وضرائب. ما قال لهم بتعشروا النعنع والسذاب، هودي الحشيش النعنع بتعشروا، يعني تاخدوا 10% منهم، لأنه هودي وقت بيقدمون للهيكل كانوا هني يستفيدوا منهم. فإذا شو بتدفعوا للهيكل نحن بنستفيد. وبلشوا يفرضوا عليهم أشياء كتير من الضرائب حتى يستفيدوا هن من المال اللي بيفوت. يفرضوا على الناس أحمال كتير، والناس معترة موجوعة، يا في فقراء في مرضى في محتاجين إلى آخره، هن ما عندهم مشكلة. باسم ربك تدفع، معك ولا ما معك دبر حالك. تصدقوا، يعني أعطوا الناس المحتاجين، أعطوا الناس. بده يكون الإنسان معطاء، بمعنى أنه عنده نية أنه يعطي بأي لحظة من دون ما يتردد. صارت بقلبه بفكره بحياته يعطي. شو بدي أعطي؟ الموجود عنده إمكانياته. يمكن بعطي خدمة بروح بخدم إنسان، يمكن بعطي من وقتي لإنسان، يمكن بعطي مساعدة، بعطي محبة، بعطي أكل، بعطي مصاري، بعطي دواء. مهم أعطيه اللي عندك، اللي موجود بقلبك قادر تعطيه أعطيه. هالي ربنا عم بيقول. وبدك تعطيه مش عادي، بتواضع، ما حدا بيعرف إلا ربنا. بدك تعطي بمحبة، تحسسه أنه الله موجود. أنا عم بعطيك باسم ربنا مش باسمي، لأني أنا إلي أجر بالسماء. بدي أعطي بكرم. بالعهد القديم سفر الأمثال عم بيحكي ابنه الإنسان الحكيم، قال له يا بني عندما تعطي افتح كفك، وقت اللي بدك تاخذ سكره، بس وقت اللي بدك تعطي افتح، أعطيه بكرم بسخاء. لأنه الإنسان اللي بيشوف إنك عم تعطيه مش بس عم تعطيه أكل، عم تعطيه الله بالوقت ذاته. اللي بيعطي إخوته، اللي عنده هالنية العطاء، هالكرم بالعطاء، هالحب للناس إنه يعطي وما يسأل بالموجود عنده، بيخدم وما بيتردد، بيساعد وما بيسأل. لما بيعطي إخوته بيصير قلبه نقي، فضى من قلبه الشر، فضى قلبه من الطمع، من حب المال. ما بقى حب المال، صرت حب خي الإنسان المحتاج وبعطيه، مش بحكم عليه، بعطيه، بوقف حده، بساعده. حزانة، مرضى، أفراح، اللي بدكن إياه، الناس لبعضها باسم الرب. وبفضي قلب الإنسان من الكبرياء، حب الظهور، بعطي بالسر، بتواضع، ربنا بيكافينا. هيك بينضف القلب من الشر. وقت اللي بتصدق باسم الرب بعطي، شو في عندي نوايا، ساعتها الله بينقي القلب، بيطلع من قلبي كل شيء شر، كل شيء فساد بالعطاء، لأني عم بعطي باسم الرب. خلاص فات الله، ساعتها بيطلع الشر، بفوت ربنا بيسكن قلبي. هيدي الصدقة، تصدقوا بما في داخل الكأس، أعطوه، أعطوه الناس. بس ساعتها بيصبح، بيصير من جوا قلبنا في نور، في نور، والعين بتصير نيرة، منورة، مضواية، بتصير تشوف الصح مش الغلط، بتصير تطلع مش بشك، ما بتطلع بنية عاطلة، ما بتطلع بحسد، ما بتطلع بحقد وكراهية، ما بنطر حدا على غلط. صارت عيني نظيفة فيها الله، لأنه خلص الله سكن بقلبي، لأني فضيت من جوا، تبعت الرب وعم بعطي. هالعطاء هو للرب. بصير شوف على طول بطريقة بوزيتيف إيجابية. وهيدا هو رسالتنا أخوتي، تكمل اليوم الأحد. مسحني الرب لأبشر المساكين، والخاطئين حررهم، والمقهورين حررهم. يعني جاء ربنا تيحرر هالناس المقهورة المعذبة، ما نكون نحن سبب لقهر إنسان على وجه الأرض، نكون نحن ممسوحين مثل المسيح لخدمة الناس والعطاء. وربنا أنتوا بتعرفوا كتير وبتقروا الإنجيل وبتعرفوا الإنجيل، اهتم كتير بالناس المعترين، اهتم بالشحاد، بالأعمى، بالمريض، بالموجوع، بالمحملين أحمال كتير وهموم، تعوا عندي أنا بريحكم. والمساكين والمظلومين، وخاصة المظلومين من إخوتهم البشر، هودي ربنا إجا يشيلهم، شيل عنهم أحمالهم. ربنا صنع الإنسان كله من الخارج والداخل، وبده نظافة الإنسان كله من الخارج والداخل، بس بهمه أكثر طهارة القلب، نظافة القلب والنوايا. وعين ربنا على قلب الإنسان، على نية الإنسان، على فكر الإنسان،
إذا كان نقي نظيف طاهر أو لا. مشان هيك قال الطوبة الشهيرة، طوبة لأنقياء القلوب لأنهم يعينون الله. طوبة اللي عندهم نقاوة قلب هو بيشوفوا الله بالسماء أكيد. آمين.